فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من طلب العلم على كبر وأصبحوا علماء كالإمام ابن حزم والعز بن عبد السلام، كانت أعمارهم فوق 40 سنة، يقول: فما التوجيه في ذلك؟ وهل للكبير أن يدرك كما يدرك الصغير؟ هو من أخلص لله النية وطلب العلم بإخلاص نية وإقبال وفقه الله ولو كان كبيرا، لكن هذا نادر أن الكبير أنه يكون مثل الصغير. الصغير آصل في العلم وأركز في العلم من الكبير. ما نقول أن الكبير أنه ما يمكن يتعلم، لا، يمكن يتعلم ويصير عالم، لكن هذا نادر، هذا من الأمور النادرة. نعم.